ازيك يا فؤاد؟ ازيك شيخ؟ انا اسمي صابر. ازيك شيخ صابر؟ عندك كم سنة يا فؤاد؟ 30 سنة. واللي تعب؟ مفيش حاجة تعبانة غير ريحة البخور ده. ليه؟ معرفش ريحته خانقاني. لا بس ريحته حلوة. مش حلو. لسه تعب من بره؟ اقول لك بس بقى ريحته خانقاني. حطش بخور تاني بقول لك. محنوب؟ اه في حاجه طبقها على صدري. طب على صدرك من انهي حته؟ هنا. فين بقى؟ من الحته دي كده؟ بس على سلامة أخوك. ده ما يفرقش جيبه خالص. شهل يا عم علي وخليهم يرصوا الحبهان ده كله جوه. سلام عليكم. أيوة يا ست أموري. النبي يا ابني ما تعرفش فين بيت صابر ابن الشيخ سلام؟ قالوا لي إن أخوه بيشتغل هنا. آه يا ست كان شغال هنا وكرشناه. في ايه يا باسم؟ مفيش يا ست الحاج. بسأل على واحد اسمه صابر. تقصد الشيخ صابر؟ بيته على اول الطريق، بس الحاجات دي حرام وفيها كفر. حاجات ايه بس يا بنتي؟ انا جايه من طرف امه. امه؟ وهي الست صفاء هتوه عنه؟ صفاء مين؟ انا بتكلم على ام فيفي.